عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله مش نعمل فطور صيافي، فطور زمني تقليدي يعمل 66 كيف، بسيسة بالكرموس وبسيسة بالهندي، ومش نعملوا العبوت. هذوما أكلات زمنية تقليدية فيهم برشا منافع. هذا هو العبوت، ممكن فما اللي يعرفوا وممكن فما اللي ما يعرفوش. لكن قبل ما نشوف الطريقة والمكونات، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعملو جديد. وطوية لنبدأ. نحضروا شوية كرموس وكعبات هندي وبسيسة شعير سبق وخدمناها في فيديو سابق. أول حاجة نبدأ بسم الله. خذيت 5 مغارف تقريبا بسيسة ونحط عليهم شوية زيت. نبسسوا البسيسة مع الزيت، ما نحطوش برشا زيت. نبسو كيكة بيدينا باش الكلها تتبل بالزيت. هذا فطور زمني قبل يفطروا، كان هكا بسيسة بالهندي ولا بسيسة بالكرموس، لا فما حلاوي لا جاتوهات لا حتى شيء. ياكلوا ناس ماكلة صحية ويبدأوا لبس عليهم. بعد ما كملت بسست البسيسة، غسلت الكرموس بطبيعة الحال مغسول ونظيف. نقصه كما تشوفوا هكا، نقصه على 4 ونغسله بالبسيسة وناكله. فما اللي قشر الكرموس، اما اني ما نقشروش على خاطر هو كيك المنافع متاعو حتى في القشرة متاعو فيها برشا منافع، والدليل انه الشريحة ما نقشروهاش، نخليوها بقشرتها، معناها زايد باش نقشروها وهي طرية وحلوة القشرة متاعو. كما تشوفوا هكا كان نغصوها هكا بالبسيسة وناكلو صحة وفرحة. توا باش نوريكم كيفاش نعملو الهندي. الهندي كيف زاد مغسول ونظيف. نقصوه من الفوق ومن اللوطة ونقصو خط في الوسط هكا ونجبدو كعبة الهندي. نقسمها زيد على 2 على خطرها كبيرة شوية، نقصوها على 2 ونغطسوها بالبسيسة زيدا كيف حتى هي نغطسو بالبسيسة وناكلو. هذايا فطور الصباح متاع فصل الصيف، باهي للصحة، نافع، يبرد البدن، حويجة صحية وكلها منافع. هذه هي بسيسة بالكرموس وبسيسة بالهندي. هذا كصحين اش تخير عليه، لا تخير عليه لا كرواسون لا كيك لا حتى شيء. توا باش نوريكم كيفاش نعملو العبوت. هذا برشا ناس يظهر لي بكشي راه ما يعرفوش العبوت. هذه حاجة تاع صغر. ناخذ شوية بسيسة نحطو لها شويه سكر، مغرفه سكر مثلا، وانتي والذوق كل حد كيفاش يحب، مغرفه سكر ولا اكثر شويه. ونخلطها مع البسيسه. نصبوا له شويه زيت زيتون بطبيعه الحال، ذي اكثر زيت، نحطو له اكثر زيت من البسيسه اللي بالكرموس. نخلطوها بالباهي. نجمو نستعملو ايدينا احسن باش يتعجن بالباهي البسيسة. بعد ما كملت عجنته بالباهي بالزيت، نقصه كعبرات صغيرين ونشكله بهالطريقة هذيك. نكمل نشكلها من الكعبات الكل بنفس الطريقة. وهكا كملنا شكلنا العبود.
هذا نفطروا به الصباح، والا لهم جل الصغار كيبدا ما فماش حاجه ياكلوها انا نعمل لهم شويه عبود ونعطيوهم. اش قبلكم فك الفطور وهك الاكل الصحي؟ نودكم ومنشهيكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله نكون رجعتكم ذكريات جميله متاع الطفوله متاع الصغر. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلي لي كومنتير وتقولوا لي ايش رايكم وتعملوا لي جيم. وانتم كان اول مره تتعداو على قناتي وعجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعملو جديد. نتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.